المجلس النيابي لنفسه ولاية كاملة تطرح مسائل دستورية رفعناها إلى وزير العدل السابق بهيج طبارة، فما هي قراءته الدستورية والحقوقية لتمديد المجلس النيابي لنفسه؟ الشعب بالدستور هو مصدر السلطات، فلما بتحرمي الشعب من حقه بأنه يقرر مين بده يختار، يعني معناها طعنتي بأساس النظام الديمقراطي. من هون العالم كله ما عمد لتمديد ولاية المجالس إلا بحالة واحدة، لما بيكون في ظرف قوة قاهرة، يعني اللي فيه استحالة مادية لإجراء الانتخابات. وهل من أسباب قاهرة موجبة لتمديد ولاية المجلس النيابي؟ بعد ما اطلعت على الأسباب الموجبة اللي بني عليها قانون التمديد ماني مقتنع. الخطأ اللي وقع فيه اقتراح القانون هو أنه بناها على ظروف استثنائية. ظروف استثنائية شيء والقوة القاهرة شيء تاني. فإذا كنا بوضع بنحتاج أنه القوى الأمنية تضبط الأمن بمحل إجراء انتخابات، كنا بنرجع للطريقة اللي كانت معتمدة بلبنان، اللي هي نعمل انتخابات على 3 مراحل. ولكن هل يحق للمجلس النيابي التشريع للتمديد أو لقانون جديد للانتخابات قبل انتخاب رئيس جمهورية؟ تعدل أحيانا الدستور بهالفترة هيدي، لكن ما بيمنع أنه يشرع المجلس، شرط أنه ما يلتئم لإجراء انتخاب رئيس. بحال التئامه ساعتها ما بعود يعمل أي أمر آخر غير شروع بانتخاب رئيس الجمهورية. بس اليوم صار في 3 كان في على جدول الأعمال، هو الأمر التشريعي اللي هو تمديد لمجلس النواب. مع تولي الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية، شو رح يكون مصير قانون التمديد لو رفض الوزراء المسيحيون توقيع على إصداره؟ إذا وصل لمجلس الوزراء أحد الوزراء رفض أنه يوقع على المرسوم المصادقة عليه أو يطلب نشره، ساعتها بدك تنتظري مرور 5 أيام، وإلا يعتبر حكماً نافذ وبتوجب أنه ينشر. ساعتها بتعامل مثل كل القوانين اللي رئيس الجمهورية لو كان موجود بيمتنع عن تصديق عليهم. واليوم من يحق له الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري؟ رئيس الجمهورية له حق يطعن بالقوانين لعدم دستوريتها. فإذا كان مجلس الوزراء أو 10 نواب اليوم طعنوا بقانون التمديد، ساعتها بدك تنتظري قرار المجلس الدستوري. مؤسف أنه قانون التمديد الأول يصبح نافذ لأنه مجلس الدستوري ما بت بالمراجعة ضمن المهلة المحددة له. لكن ما هو البديل عن التمديد؟ الانتخابات أم الفراغ؟ ساعتها بدك تعمل الانتخابات على أساس القانون الحالي مع كل مساوئه، لأنه إجراء الانتخابات على أساس القانون هيدا أفضل من عدم إجراءها. ساعتها ممكن أنه مجلس النواب يمدد تمديد تقني لشهرين أو 3، لكن لإجراء الانتخابات